بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أتمنى لكم دوام الصحة والعافية. إن شاء الله هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، ممكن معظمنا بيعمل الحاجة دي مش واخد باله إيه هو اللي بيعمله ده. عادات ممكن تؤثر عليك وممكن تؤثر على المحيطين حواليك. إيه هي العادات دي؟ عندك طقطقة الصوابع، عندك نتف الشعر، تلاقي الواحد كده يعمل في حاجبه كده، دي حاجات برضو ايه، وهزهزة الرجل وعض الشفتين، يعض شفايفه، بيعمل كده يعمل كده، الحاجات اللي بيعملها دي، وممكن ياكل ضوافر. يمارسها الكثير من الرجال والنساء والأطفال والشباب، كله ممكن يمارس العادات دي. إيه؟ يوجد منطقة في الدماغ مسؤولة عن هذه العادات، اسمها ايه المنطقة دي؟ تسمى العقد القاعدية، وتعتبر جزء رئيسي من النظام الدماغي، وتشترك العقد القاعدية في مجموعة من الوظائف مثل مراقبة الحركة الطوعية والتعليم والسلوكيات الروتينية والعادات، حركة العين والعادات المتكررة وأطم الأظافر وتقطعة الصوابع كده، طقطق الصوابع. هي عادات مكتسبة منذ الطفولة، ممكن تكون ملازمة للشخص ده لما يكبر. يوجد بقى حالات يجب تدخل فيها الطب العلاجي، الطب النفسي. الأضرار التي تسببها طقطقة الصوابع أو هز القدمين، أضرار بأربطة المفاصل، في هنا في العقل دي كده في مفاصل بتسبب فيها أضرار بعد كده، وممكن تتحول الى ادمان. تلاقي انت مثلا بتكلم حد يقعد يطقطق في صوابعه، واحده تطقطق في صوابعها بصوابعها الاثنين كده وتقعد. اما هز القدمين يقعد يهز في رجله، يهز في رجله كده، يهز في رجله، هو قاعد يعمل لك بقى ايه، يعمل لك انت بقى ارتباك في اعصابك، ويعمل لك انت قلق، انت قاعد جنبه تبقى قلقان، تبقى قلقان عليه وقلقان كده مش عارف انت قلقان من ايه. تلاقي اللي جنبك ده يقعد يهز في رجله كده. الحل بقى للي بيقعد يهز في رجله ده، قوم وقف. مش هقول لك قوم وقف وانت بتكلمني، قوم وقف، هتلاقي نفسك ما هزتش في رجلك. او وضع اليدين على الركبتين منعا للحركه. في حاجه تانية بقى، عض الشفايف، الجزء الداخلي من الشفايف، قد يكون سببه التوتر، الم في الاسنان، في سنه داخله لجوه شويه، سنه طالعه شويه، في اسنان متشاله، قد يكون ده ايه سبب من اسباب عض الشفايف. الموضوع ده اذا كان الموضوع ده باستمرار يبقى المشكله منين؟ المشكله في الدماغ. قطم الاظافر، يقعد يقطع في ظوافره كده، دي بقى حاله تلقائيه، حاله تلقائيه بس فيها مشاكل كبيره جدا. اول حاجه بيبقى شكل الصابع شكله مش كويس، وقد تصاب بالتهابات وجروح فين؟ حوالين الظافر. تنقل الجراثيم والبكتيريا من اليد الى الفم مع تشويه شكل الصابع. وفي حالة تانية برضو منتشرة في الطلبة، تلاقي الواحد ماسك قلم كده يقعد يعضعض عليه، هو مش واخد باله، يقعد يعضعض عليه. العضعضة اللي في القلم دي او كسر القلم ده بيأثر على اسنانه، بيأثر على اسنانه، وممكن سنانه تخش لجوه، ممكن سنانه تطلع لبره شويه، تلحق ضرر بالاسنان مع ضرر، ممكن تلحق ضرر بعضلات الفكين والوجه. تحول الاسنان الى لون البني، بيبقى لونها بني كده كتر الضغطات، يقعد يضغط يضغط يضغط، الاسنان ايه بتتأثر من الضغطه دي. ان شاء الله انا هقول لك بقى ايه علاج بسيط وفعال جدا. ذكر الله، حاول باستمرار وانت قاعد اذكر الله، مش لازم تذكر الله بصوت عالي، اذكر الله في داخلك، اذكر الله، لا اله الا الله، الحمد لله، الله اكبر، سبحان الله، سبحان الله، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، وادعي ربنا وانت قاعد. وحاول ما تطقطقش صوابعك وما تاكلش ضوافرك، لو حطيت صبعك كده حاول تشد ايدك كده واذكر الله على طول ان شاء الله، وادعي ربنا يزول عنك هذه العادات باذن الله، وان شاء الله تكون في صحه وسعاده باذن الله. ونتمنى لكم السعاده والتوفيق في الدنيا وفي الاخره، ولا تنسى الاشتراك والاعجاب.